هنسيب كاس مصر للرجال وهنروح ل كاس مصر عفوا لاستئناف الفريق بيستأنف ان شاء الله باذن الله فريق كره اليد للرجال بيستأنف في بطوله الدوري المحترفين مباراته مع واقم 31 مع نادي 6 اكتوبر ان شاء الله الخميس اللي جاي بيواجه النادي الاهلي بيرجع مره ثانيه بعد فتره الايقاف بسبب البطوله الافريقيه وبسبب كمان مره البطوله الافريقيه وماتشات منتخب مصر اللي هي موجوده بيلعبوها يلعبوا ماتشين مع السعوديه ولسه هيلعبوا ماتشين مع البرتغال ف كان متوقف الدوري لكن الدوري هيعود مره ثانيه الى النور في 31. النادي الاهلي قبل ما يتوقف الدوري كان في ترتيبه المركز الرابع بسبب فارق الاهداف لكن في الحقيقه هو المركز الثاني لكن في فارق اهداف مع نادي سبورتنج ونادي طلايع الجيش. الماتش هيتلعب فيه ماتش ودي بينه وبين نادي الزهور باذن الله مباراه وديه وكمان مع منتخب مصر مواليد 2000. هنسيب كره اليد رجال وهنروح لدور الثمانيه او بطوله كاس مصر للسيدات لكرة اليد. اتعملت القرعة النادي الاهلي اتجنب ودخل الى دور الثمانية. دور الثمانية النادي الاهلي هو برضو حامل لقب البطولة دي بعد ما كسب نادي الطيران في المباراة النهائية. لو شفنا قدامنا على الشاشة هنشوف القرعة لمنتخب سيدات كرة اليد في النادي الاهلي لكاس مصر. دور 16 النادي الاهلي باي، الشمسي لعب اصحاب الجياد، نادي الشمس اقرب الى المكسب، نادي الزهور باي مع زي مع النادي الاهلي، سبورتنج المعادي مباراه نادي سبورتنج يقدر يعدي فيها، سموحه الجزيره مباراه متكافئه جدا وفايز وجه ابلي مع بيه، نفس الكلام الزمالك مع بيه، الطيران مع بيه، هنروح لل كده بدور 16 دول كده اتاهلوا الى دور الثمانيه على طول، عندنا اربع فرق متأهلين إلى دور الثمانية وأربع مباريات.